نتأكد من العداد كامل الهواء فيه. طبعا في العادة لما يبقى التانك مليان بيبقى الهواء تقريبا 220 او 240 بار. دي الساعة بتاعته 220 لو قلت ايه 220 ل 240 200 ل 220 بار. نتاكد ان هو مليان عشان نبقى عندنا هواء كفايه لما وده طبعا نتاكد من الهواء عندنا ومن الهواء البديل كمان نتاكد ونتاكد ان احنا نقدر ننفخ البي سي دي. ممكن كمان ننفس البي سي دي عشان نبقى متاكدين انه كله تمام. بعد ما نخلص التركيب ننيم كل التانك والمعدة بتاعتنا بالشكل ده عشان ما تقعش او ما حدش يتأذى, ونحط الاير سورسز والعداد بالشكل ده لغاية ما ناخدها وندخل على البحر. ايه رأيك؟ اكيد ممتاز يعني. يعني اكيد ممتاز. دلوقتي هنحل البي سي دي او نفك المعدات بتاعتنا. السلام عليكم. بعد ما خلصنا الغوصه مهم جدا ان احنا نغسل المعده. هنوريكم الاول ازاي هنفك المعدات. اول حاجه بنقفل الاير سورس, دي حاجه مهمه قوي, وطبعا نفضي الهواء عشان الضغط الموجود هنا عشان نقدر نفكها. نفضي الهواء تماما ونقدر نفك الريجوليتر. اول ما نفك الريجوليتر نعمل حسابنا ان احنا نحط الكاب عشان ما يجيش اي رمل او يجيش اي عمل ايه انفخ هنا ننفخ كده فيه كاب الكاب عشان لو في ميه او في تراب كله نشيله ونحط ونقفل عشان الريجوليتر ما يدخلوش ميه. وطبعا نشيل الريجوليتر من البي سي دي بالشكل ده ونحافظ دايما على الريجوليتر بشكل كويس عشان طبعا نفك بعد كده الحزام اللي رابط التاك ونفك التانك. نفك التانك بالشكل ده. يفضل دايما ان احنا نغسل البي سي دي ونفضي المية اللي فيه عشان نحافظ عليه اطول فترة ممكنة. نفضي كل المية ولازم يتغسل دايما بالمية العذبة عشان ما يتضررش المية بس. وناخد التانك ننيمه عشان نشيله بعد كده ونحطه في السيارة. ممتاز, برافو عليكي, شكرا جزيلا. ايه راي الكابتن حسن؟ مفيش خلاف, ممتازه. خلاص ممتاز, يعني اخذت العلامه الكامله 5 من 5. خلاص. يلا ممتاز جدا, وان شاء الله نقولها مبروك. يعني كل هاي البلوزه المقطوعه؟ لا 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 لا, لا, لا. هاي تشي جيفارا بس مش مقطوعه زي ما شايف. في نوع من الرشاوي فالامور ماشيه. في نوع من الرشاوة في التقييم وده شيء مقبول يعني ومستحب ومستحب. شوفي